السلام عليكم، ازيكم يا باشمهندسين؟ اخباركم ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. هنشرح ان شاء الله النهارده الشوب درونج بتاع اللايتنج، هنكمل على المحاضره اللي فاتت. كنا شرحنا، افكركم بس بالمحاضره اللي فاتت سريعا كده، شرحنا فيها ايه. المحاضره اللي فاتت درسنا فيها الرسومات التصميميه اللي معانا، وشفنا ازاي بندرس التصميم علشان نبدا نعمل الشوب درونج، ودي بتكون اول خطوة معانا في الشوب درونج، اللي احنا بندرس الرسومات التصميمية بالكامل لأي سيستم، سواء لايتنج، سواء باور، سواء كيبل تري، سواء اي سيستم معانا في اللو كارنت. وعرفنا ازاي اللي احنا بندرس المشروع كسيستم لايتنج، تمام؟ وكل سيستم جاي ان شاء الله هيتشرح هندرس الرسومات التصميمية بتاعته. دي بتكون اول خطوة معانا بنعملها في الشوب درونج، اللي احنا بندرس الرسومات التصميمية. طيب تاني خطوة معانا اللي احنا هنشرحها النهاردة، اللي احنا نعمل البلوكات التنفيذ بالبعد الحقيقي بتاعها، تمام؟ طيب هيجي واحد يسألني سؤال، هيجي يقول لي ايه، هو انا ليه برسم الرسوم البلوكات التنفيذ بالبعد الحقيقي؟ طب ما انا ممكن اروح اشتغل على طول على البلوكات بتاعت التصميم. هقول لك ماشي تمام، بس هنا هيقابلك مشكلة. في مكاتب بتشتغل فعلا بالبعد الحقيقي، وفي مكاتب بيكون معاها بلوكات بتحط مثلا وليكن هو كشاف اثبت عبارة عن دايرة وخلاص وترسم، ما بيكونش بالبعد الحقيقي. طيب ايه اللي هيقابلني لما يكون الكشاف مش بالبعد الحقيقي؟ هيقابلك مشاكل كتير. اول مشكلة منهم اللي انت لما بتيجي تعمل كوردينيشن ما بين الالكتريكال، الاقسام اللي عندك انت ككهرباء اللي هي اللي في السيلينج، اللي هي كواحد كلايتنج كفايل الارم كساوند سيستم، دول في السيلينج معاك كميكانيكال في قسم الميكانيكا، بيكون معاك الفاير فايتنج. فانت المفروض كل السيستم اللي في السيلينج بتسقطهم في بلان واحد علشان تعمل حاجه اسمها زيرو كلاش. يعني ايه زيرو كلاش؟ يعني ما فيش اي ديفايس متعارض مع الديفايس الاخر، يعني ما ينفعش يكون كشاف في نفس المكان يكون فيه فاير الارم، كشاف يكون في نفس المكان فيه وليكن ساوند سيستم، كشاف فيه وليكن في نفس المكان فيه فاير فايتنج، ما ينفعش. فعشان كده لازم كل حاجه تترسم بالبعد الحقيقي بتاعها، تمام كده؟ دي حاجه مهمه علشان ما تسببلكش مشاكل كتير انت وشغال قدام. والكلام ده هنعرفه ان شاء الله لما اجي اشرح الكوردينيشن ونسقط الاقسام كلها، كل الحاجه اللي في السيلينج مع بعض، هنعرف ايه هي المشاكل اللي هتقابلنا وهنأكد الكلام اللي انا بقوله، تمام؟ طيب دلوقتي بقى عايزين نبدا ازاي اللي احنا نعمل البلوكات بتاعه التنفيذ. البلوكات بتاعه التنفيذ محتاج حاجتين عشان اعملهم. اول حاجة يكون معانا الليجنت، ودي كانت موجودة معانا اهي، دي رقم واحد. رقم اتنين لازم يكون معانا الكتالوجات، تمام؟ ودي هقولها بالتفصيل ان شاء الله. اول ديفايس معانا او اول سيمبل معانا اللي هو السيمبل ده اللي هو اسمه ايه. طيب نشوف التعريف بتاعه، بيقول لك الديسكريبشن بتاعه اللي هو الكشاف ده ريسيسد ماوت لومينير، الكشاف ده 60 في 60، وده ليد لامب، الباور بتاعته كمديول بكام؟ ب 32 واط 3500 ليومن، الاي بي بتاعه 20، بيقول لك اللي هو وايت كولر 4000 كي، بيقول لك ان الكشاف ده سيميلر تو فيليبس اللي هو من فيليبس كاتالوج، الفاميلي كود بتاعته ار سي 480 بي اور ابروفد ايكوال، بمعنى اصح اللي هو ممكن يكون، دي شرحتها بالتفصيل المره اللي فاتت، ان دي ممكن يكون من فيليبس او من اي شركه اخرى بس تكون بنفس السبيكس والمواصفات اللي عاملها الاستشاري، تمام كده؟ طيب عايزين نتاكد من الكشاف ده السبيكس بتاعته كلها تمام ولا مش تمام، دي حاجه مهمه. هنعمل ايه؟ هنروح نشوف الكتالوج بتاعنا، تمام؟ ونعرف الفاميلي كود اللي معانا دي فين. اول حاجه هنخش على الكتالوجات، الكتالوجات اهي، هبدا افتح دول اللي ادهم لي الاستشاري اللي هم كام كتالوج، دول هم وليكن خمس كتالوجات،
انا فتحت واحد منهم اهو، ادي اول كتالوج معانا. اول حاجه هعملها اللي انا اشوف الفاميلي كود اللي انا عايزها. فين الفاميلي كود؟ اهو هو ده الفاميلي كود اللي هي RC480B. طب اشوف الفاميلي كود دي مظبوطه ولا مش مظبوطه، اهي RC480B هو ده الفاميلي كود بتاع الكشاف، تمام اهو RC480B. طيب عشان برضو اكون مديك كل معلومه هثبت لك الفاميلي كود دي معناها ايه بالظبط بالتفصيل في الدايلكس، وهرجع تاني للكتالوجات، تمام عشان الموضوع ده مهم. لو جيت فتحت الدايلكس هقول لك يعني ايه الفاميلي كود بستفاد منها، علشان بس بمنتهى الامانه تكون عندك كل معلومه واضحه معاك، ما تكونش سايب اي حاجه. انا فتحت دلوقتي برنامج الدايلكس واقول لك يعني ايه الفاميلي كود. طيب اول حاجه فتحت اهو، هدوس من لومينير سيليكشن، هدوس على دايلس كتالوج، هخش على فيليبس كتالوج، فيليبس لايتنج اهو، بس ده لازم يكون تسطب البلاج ان بتاعته. دخلت عليها هدوس عليها، هيظهر لي الكتالوجات بتاعه فيليبس كلها. هو ده الفاميلي كود اهو، بيقول لك فاميلي كود فاميلي نيم. هخش انا على الفاميلي كود، الفاميلي كود دي معناها اللي انا هنا لو كتبت RC480B هيظهر لي بعض الكشافات، تمام ادي RC480B اهو، دوست عليها ظهر لي كشافات كتير من نفس النوع اللي انا قلت عليه، تمام فيظهر لي هنا. مجرد انا مثلا وليكن اخترت ده اخترت ده اخترت كده، طبعا الحاجات دي ليها مواضيع كتير في التصميم بس خليها دلوقتي احنا في الشوب دروينج، تمام، ودوست اد ودوست كلوز، ده على طول بيسمى اوتوماتيك في الدايلكس لو الكشاف ده مناسب معاك. انا بس كل ده عشان افهمك يعني ايه فاميلي كود، تمام كده. طيب نرجع بقى للاصل بتاعنا للكتالوج بتاعنا، ادي RC480B، الموديول بتاعته السايز بتاعه اهو اللي هو 60 × 60 600 × 600، تمام، وفي منه 300 × 120، تمام برضو، وفي برضو معانا اللي هو RC482B ده السايز بتاعه اهو، تمام. طيب ايه تاني بقى؟ بيقول لك ان عايز اشوف الواط بتاعه قد ايه، بيقول لك ان الباور بتاعته اهي، ادي الباور معاك 32 × 45 واط. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الكتالوج ده في 32 تلقه في 45 تلقه، فانت هتعمل ايه؟ هتشوف الديسكريبشن اللي عامل لك عليها الاستشاري كاتب كام واط، كاتب اللي هو 32 واط. طب الحمد لله 32 واط، يبقى ال 32 واط دي متحققه معايا. طيب نروح للحاجه الثانيه، ادي 32 واط متحققه، عايزين نشوف اليومن اللي محدده قد ايه. بيقول لك ان اليومن فلوكس معانا 3500 او 4200 ليومن. طب نشوف اليومن اللي معانا كام، اهو ادي 3500، يبقى دي تاني حاجه معانا متحققه. طيب عايزين نشوف الاي بي بتاعه 20 ولا مش 20، نعمل ايه؟ ننزل ونشوف، احنا كده كده بنالف في الكتالوج، تمام، ننزل لغايه ما نلقى الاي بي بتاع الكشاف. عايزين ده طبعا لان جايز يكون الكشاف ده المواصفات بتاعته مش مظبوطه او الاستشاري غلط في اي حاجه منهم، كل شيء جايز كله بيغلط، تمام، ننزل لغايه ما نلقى الموضوع بتاع الاي بي. هنا في اي بي؟ لا مفيش اي بي، تمام، ننزل لغايه ما نلقى، مفيش ادنى مشكله خالص مع بعض اهو، ادي الحمد لله لقينا الاي بي. بيقول لك ان الار سي 480B الاي بي بتاعه 20، اللي هي فين؟ اللي هي في الديسكريبشن معانا اهي.
تمام كده، عرفنا اللي هي 4000 كي، اكيد 4000 كي برضو نفس الموضوع، هتلاقيها برضو 4000 كي هتطلع، وهتلقى نفس الكلام اللي هي سواء 4000 او 3000 كي. تمام، كل ده بيكون معانا موجود في الكتالوج. يبقى احنا كده الكشاف ده ما فيهوش اي غلطة من ناحية الاستشاري. تمام كده، طيب نشوف 4000 كي او 3000، هي كده كده حتى لو ما لقيتهاش عادي يعني، بدل كل السبيكس الاي بي والحاجات دي متحققه، اكيد متحقق معاك الحته الكام كي. ادي اهو الكالر بتاعك 3000 في منه 3000 اور 4000 كي. تمام كده، طيب يبقى احنا كده التعريف اللي معانا للديسكريبشن كله تمام. نرسم بقى البلوك التنفيذ بتاعه ازاي. اهو هاجي هاخد ده كده اعمل له سي او انتر كوبي، هاخده كده هقوم عامل كده واقوم شايل البلوكات بتاعته عشان ابدا ارسم بلوكات التنفيذ بتاعتنا. ادي اول حاجه هعملها. اي معمل اي حاجه في الشوب دروينج لازم يكون نرسم كل حاجه على ليرز، فقبل ما اعمل السيمبل بالبعد الحقيقي لازم اعمل اللاير بتاعتنا. تمام، هاخد اللايتنج دي كده كنترول ايه كنترول سي، وهاجي هعمل حاجه اسمها لاير. بعمل لاير ازاي؟ بامر اسمه ال اي انتر من لوحه المفاتيح. تمام، ادي ال اي انتر، هعمل حاجه من هنا كده، هدوس على دي، هيقول لي نيو لاير ظهرت معايا اهي، هدوس عليها. مجرد ما دوست نيو لاير وكتبت لايتنج فيتشر دي كده، هقوم عامل ايه؟ هقوم جاي مغير اللون اللي انا عايزه، عايز اخليها من هنا كده، هاجي عليها وليكن اخليها لون اخضر وادوس اوكي. عملت معايا ولا مش عملت معايا؟ اهي بقت لون اخضر. طب انا عايز افعل اللاير دي انا وشغال، افعلها ازاي؟ هدوس العلامه دي كده لغايه ما تيجي عليها علامه صح. بدل جت عليها علامه صح، يبقى انا كده اتاكدت ان اللاير دي هتشتغل معايا. دي اول حاجه معانا. تاني حاجه الكشاف البعد اللي هو 600 في 600 ده بالملي. تمام، فلازم اتاكد ان البعد اليونت اللي على الكاد معايا بتاعت المعماري ده اليونت بتاعتها ايه هي. ليه؟ ممكن ارسم 600 تلقى البعد بتاعها مش المظبوط. تمام، طيب فانت لازم تتاكد من اليونت. هتتاكد ازاي؟ من امر اسمه يو ان انتر، ده اسمه امر يونت. قال لك الوحده هنا ايه؟ بالميترز، والبعد الكشاف بكام؟ ده بالملي، فبالتالي مش هينفع. هثبت لكم مش هينفع ازاي. لو جيت رسمت بي ال انتر امر بلو لاين، وجيت عملت كده خدت نقطه وكتبت 600، لانه قال لك اللي هو 600 في 600 اهو، ادي كتبت 600 ودوست انتر، بص الخط قد ايه. ليه بقى كل ده؟ عشان خاطر هي بالمتر، البعد هنا بالمتر، واللي انا عامله 600 بالمليمتر بالملي، فبالتالي البعد هنا مش صح. فبالتالي لازم اقسم ال 600 عشان احولها لمتر، هعمل ايه؟ هقسم على 1000، فبالتالي لازم تكون 6 من 10. هتقسم ال 600 على ال 1000 هيديك 6 من 10. يبقى احنا نعمل بي ال انتر دي اول حاجه، وتيجي تقوم عامل كده تكتب 6 من 10 انتر، اهي ظهرت معاك بالبعد الحقيقي. تقوم نازل كده 6 من 10 انتر. معلش انا ماشي بالراحه عشان خاطر الناس اللي لسه ما تعرفش حاجه عن الكات. ماشي، ادي برضو 6 من 10 انتر، او اللي انت تعمل ايه؟ تيجي تقف عليها كده لغايه ما يظهر لك العلامه دي اللي انت واقف تحتيها كده، وتقوم قافل. تمام، ده برضو كيس، او اللي انت تكتب 0.6. تمام، وتقوم قافل معاك. تمام، يبقى انا كده رسمت الكشاف كده بالبعد الحقيقي، وده اول كشاف معانا. هل الكشاف هسيبه كده؟ هقول لك لا، لازم اديله اي حاجه كده جوه عشان يظهر معايا، ما يبقاش بلوك وخلاص. هرسم وليكن بي ال انتر، واقوم جاي وليكن عامل
حاجة كده، أي حاجة بس اللي هي تدي شكل كويس للسيمبل أو الديفايس بتاعنا، تمام كده؟ طيب دي أول حاجة المفروض الحاجة دي أعمل لها بلوك، بس بعد ما أخلص كل الكشافات اللي معانا. هتأكد على نفس اللير إزاي؟ هدوس عليها أهي جات لي اللير اللي أنا حاطط عليها الكشاف، تمام كده؟ طيب نيجي بقى لكتالوج بعده، ده أول كتالوج خلصناه. نيجي لكتالوج تاني، أنا بادئ من هنا أخش على الكتالوج ده. أنا معرفش الكتالوج ده بتاع أنهي كشاف، أنا هفتح وندرس مع بعض ونشوف الأمور هتمشي إزاي. آدي فتحت الكشاف، أول حاجة هروح أبص عليها الفاميلي كود بتاعتنا فين. آدي ده قال لي الفاميلي كود، ننزل لغاية ما نلقى الفاميلي كود اللي هي WT120C. طب فين ده؟ نشوفه معانا ولا مش عندنا؟ نخش على الليجند، فين بقى؟ آدي اللي بعده على طول اهو WT120C. نتأكد بقى من الديسكريبشن بتاعنا صح ولا مش صح، دي حاجة مهمة. طيب اول حاجة هنزل، اتأكدت من الفاميلي كود اللي هي تمام. الباور معانا في باور منه 17 واط، تمام، بيقول لك ان ده التول بتاعه، 600، تمام، وفي عندي 20 واط التول بتاعه 1200، وفي عندي 38 واط التول بتاعه اهو قصده ال يعني طول 1200، وفي عندي 29 واط التول بتاعه 1500، وفي عندي 57 واط التول بتاعه 1500 برضه. طيب نيجي على اليومن بتاعنا، اليومن بيقول لك ان الكشاف ال 17 واط اليومن بتاعته 1800، الكشاف ال 20 واط اليومن بتاعته 2200، الكشاف ال 38 واط الكشاف اليومن بتاعته 4000 واط، 4000 اليومن، وهكذا. نشوف بقى احنا الواط اللي موجود معانا محقق معانا ولا لا. بيقول لك اول حاجه ان ده ليد تمام 38 واط، هنشوف ال 38 واط دي 4000 اليومن ولا لا، دي مهمه. نخش نشوف فين 38 موجوده ولا لا. ادي 38 واط، طب الحمد لله. هنستفاد منها ايه؟ هنستفاد ان اللينس الطول البعد الحقيقي بتاعه 1200 ملي، تمام. نشوف اليومن بتاعته، اليومن بتاعته 4000 ال ام يعني اليومن، فبالتالي كده النقطتين دول صح مظبوطين معانا، اللي هو 38 واط 4000 اليومن. نشوف الاي بي بتاعنا 65، وهل هو 4000 كي ولا لا؟ نتأكد منين؟ ننزل ونشوف. قال لك الحمد لله ادي ان 4000 كي اهي. طب بعد ما اتأكدت اللي هي 4000 كي اروح لمين؟ اروح على طول للاي بي معانا، نشوف الاي بي بتاعنا 65 ولا لا. الحمد لله ادي الفاميلي كود بتاعتنا اهي WT120C، الاي بي بتاعنا 65 اللي هي موجودة معانا هنا، وقال لك ان اللينس بتاعته هو كمان 1200، تمام. الحاجة دي مهمة جدا جدا جدا. يبقى كده التعريف اللي معانا ده كده مظبوط مع الكتالوج، تمام كده. يبقى نقدر نرسم البعد الحقيقي اللي معانا. هرسم البعد الحقيقي ازاي؟ برضو بنفس الكلام، بي ال انتر، احنا قلنا التول بتاعنا 1200، هقسمه على 1000 عشان يديني المتر، يبقى 1.2. يبقى انا رسمت اول حاجة، الحتة بتاعته دي غالبا كلها بتكون 3 من 10، هتبقى 0.3، تمام. هقوم جاي قافل الكشاف معانا اهو. يبقى انا كده رسمت الشكل بتاع الكشاف اهو، تمام. هل هسيبه كده؟ هقول لك لا، مش هينفع اسيبه كده، لازم اديله اي شكل معانا، تمام. وليكن اللي انا هاجي هعمل له برضو نفس الشكل ده كده، اللي انا هاجي كده واخد دي اعمل لها سي او انتر، واخدها برضو معانا
تمام كده؟ الموضوع ده مهم. طيب للأمانة أنا في حاجة هنا قصدي اللي أنا أنساها بس لازم أقول لكم عليها، اللي هي إيه؟ في حاجة اسمها مخرج هنا بيتحط عبارة عن سيركل، عن سيركل، تمام؟ طيب أنا ليه مش هحطه؟ لأن ده هشرحه قدام في فيديو لوحده، لأن ده بيكون عبارة عن أشكال معينة هتتحط بلوكات كويسة جدا فيها هتخلي المنظر بتاع الشوب درونج محترم، تمام؟ فعشان كده أنا مش حاططها، تمام كده؟ طيب ده بالنسبة لتاني تاني ديسكريبشن معانا اللي هو بي. نخش بعد كده نشوف الكتالوج اللي بعده. فين الكتالوج اللي بعده؟ خدنا رقم 2، نخش على رقم 3. نفتح الكتالوج مع بعض نشوف اول حاجه سيستمنا هنمشي ازاي. هنخش على طول على الفاميلي كود اللي معانا. الفاميلي كود دي اول حاجه على طول كده دي ان 130 بي. نروح على طول نشوف فين ال 100 دي ان 130 بي، فين دي سي ار 434 بي، يبقى مش هي دي ان 130 بي. نشوف هل هي ولا لا، دي دي ان 130 بي، يبقى كده تمام. نعمل نفس اللي احنا عملناه الا وهي على طول نشوف. ادي اول حاجه معانا منه الباور بتاعته كام. الباور بتاعته 11 واط. ال 11 واط ده 1100 ليومن، ال 22 واط 2100 ليومن، تمام كده. طيب نشوف هو كام واط. ادي قال لي ان هو 22 واط 2200 ليومن، كده الدنيا معايا تمام. نتاكد برضو اهي، ادي اللي 22 واط 2100 ليومن، دي اول حاجه معايا. طيب نخش على الاي بي 44 ونتاكد اللي هو 3000 كي. انا معلش بيتسرع سنه عشان خلاص الموضوع بقى معروف شويه، تمام. ادي اهو في منه 3000 كي وفي منه 4000، فخلاص متاحه معانا. طيب نخش على الاي بي. فين الاي بي اللي معانا؟ ننزل لغايه ما نشوف. بيقول لك ان الاي بي اللي معانا 20. نروح نشوف الاي بي معانا ده صح ولا لا. الاي بي اللي معانا ده فين فين؟ الاي بي اللي معانا 44. طب نتاكد تاني اهو، ده اي بي كله 20، فبالتالي هنا هيكون في مشكله. حاجه من الاثنين الغلط، حاجه من الاثنين، لا اما غلطه، وهي لازم تكون دي لازم تكون غلطه، لان الاي بي بيكون في الكتالوج ما ينفعش يكون في 2 اي بي، زي ما مثلا بيكون في 2 ليومن و2 واط. يعني ممكن انت الكتالوج بيقول لك ايه، ان ممكن نفس الكشاف ده زي ما احنا شايفين في منه 11 واط وفي منه 22 واط وممكن اكتر كمان، لكن الاي بي بيكون واحد بس في الكتالوج، ما ينفعش يكون في اي بي 44 واي بي اي بي مثلا 20، ما فيش الكلام ده. فكده هنا فيها غلطه، يبقى لازم استفسر، تمام. هل هي اي بي 44؟ وغالبا هتكون غلطه بسيطه من الاستشاري اللي عمل التصميم، تمام، لان كل التعريف معانا مظبوط ما عدا الحته بتاعت الاي بي، فغالبا هتكون غلطه من الاستشاري، حاجه بسيطه. برضو الغلطات دي ما بتوقفش الشغل، بشتغل عادي خالص ما فيش ادنى مشكله، تمام. لكن الغلطات اللي توقف الشغل ان انا اصلا ما يكونش معايا كتالوج، فمش هينفع هشتغل شغل هعطل فيه ايام وممكن يتعاد تاني، فمش هينفع، تمام. ده اول حاجه. طيب نشوف بقى البعد بتاعه ايه. ده غالبا من الشكل بتاعه كده اللي هو عباره عن سيركتس، عباره عن دايره اهي، تمام. طيب هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ ادي الفاي بتاعنا 212 216، ده الديامتر بتاع الكشاف، تمام. طب انا عشان ارسم دايره، عشان ارسم دايره هعمل ايه؟ ده الديامتر، لازم اجيب نص القطر، يبقى نص القطر هنا عشان اجيب دي اقسم ال 216 على الاثنين،
تمام كده، دي مهمة. يبقى تديني كام؟ نشوف، ادي الكالكوليتور معانا 216 على الاتنين، على طول هتديني كام؟ 108. يبقى نرسم راديوس 108، بس مش هرسم 108، 108 على 1000، لان انا بص المشكله لو رسمت 108 الوحده دي مختلفه. ادي الامر بتاعنا سي اي انتر عشان بس اكد لك الكلام. ادي لو جيت عملت كده سي اي انتر، ده امر الدايره، وجيت عملت كده وكتبت 108 اللي احنا قلنا عليها، بص هتطلع السيركتس عامله ازاي. لحظه واحده تاني، سي اي انتر اهو، هاجي اقوم عامل كده، اقوم كاتب نص القطر اللي معانا 108، اقوم دايس انتر. بص نص القطر كبير ازاي، ليه؟ علشان الوحده معانا مش مظبوطه، فالمفروض ال 108 دي بتتقسم على 1000 عشان احولها بالمتر، لان المعماري هنا بالمتر. ادي 108 اقسم على 1000 يشوف يديني كام، اداني 0.10 يعني 1 من 10. يبقى انا ارسم سيرك دايره بكام؟ بواحد من 10، من 1 من 10. سي اي انتر كام؟ 1 من 10، ادي 0.1 اهي، تمام. ده البعد الحقيقي بتاعها. هل اسيبها كده؟ لا مش هسيبها كده، هعمل لها اي شكل، اي شكل معانا اهو، وليكن اللي هي بقت كده، واخد اعمل كده تاني برضو بنفس الكلام، تمام. يبقى ده كده تالت كتالوج معانا. نقفل الكتالوج ده وناخد الكتالوج اللي بعده. طيب نخش على الكتالوج اللي بعده ونشوف نفس الموضوع اللي احنا قلنا عليه. ادي الكتالوج فتح معانا، نشوف اول حاجه الفاميلي كود، تمام. ده برضو نفس الكلام، ادي الفاميلي كود بتاعنا دي ان 135 بي، ماشي. نشوف على طول فين الدي ان 135 بي معانا، فين؟ ادي دي ان 135 بي، على طول بقى خلاص عرفنا ده اللي هو. نشوف الباور بتاعته 28 واط 2000 لومن، على طول كده. ادي 28 واط موجوده، ادي 28 واط اهو، اليومن بتاعها 1000 كام؟ ادي 28 واط، في منها 3000 كي و4000 كي، وادي في منها 1000 اور 2000 اليومن. ال 13 دي 1000 اليومن، ال 28 2000، يبقى معنى كده الدنيا مظبوطه معانا. ادي 2000 اليومن، الاي بي 44، ماشي. انا بقى هجري طبعا، قلنا اللي هو 3000 كي و4000 كي موجوده. نشوف الاي بي على طول كام اللي معانا، ماشي. هو قال اي بي 44، صح كده؟ طيب نشوف ونتاكد، ننزل لغايه ما نلقى الاي بي بتاعنا. اي بي كام هو قايل؟ قايل 44. برضو نفس المشكله، ليه؟ لان الاي بي اللي هنا مكتوب 20، تمام. فبالتالي هتبقى بس غلطه معينه موجوده، تمام. نرسم البعد الحقيقي اللي معانا، نرسمه ازاي؟ نشوف الديامتر بتاع الكشاف قد ايه، تمام. ده حاجه مهمه، وطبعا اهي هو الكشاف عباره عن دايره، تمام. طيب نشوف البعد الحقيقي اللي معانا كام. ادي البعد الحقيقي اللي معانا 219، زي ما عملنا. ادي كالكوليتر 219 على الاتنين، ادتني 109. الواحدة دي بالملي، اقسمها على 1000 زي طبعا احنا اتفقنا، على 1000 هيديني برضو 1 من 10، تقريبا نفس الموضوع، تمام. يعني انا كل اللي انا اعمله هاخد دي كده سي او انتر، لاني هي هي، بس طبعا ما ينفعش كشاف يكون نفس السيمبل اللي معانا، فبالتالي لازم اغير فيه. اغير فيه ازاي؟ وليكن بدل ما هو معمول كده، هعمل ايه؟ هشيل الخط ده كده، ومثلا اقوم عامل سي او انتر
واعمل الخط ده كده واقوم عامله كده. ده بالنسبه لتاني كشاف، للكشاف الرابع قصدي. كده عملنا اربع كشافات، تمام. نخش على الكتالوج اللي بعده ونعرف الدنيا ماشيه ازاي. ده فعلا كده الترتيب اللي بيحصل في الشوب درونج، انا ماشي معاك بترتيب عملي، وهو ده فعلا اللي بيحصل في الشركات، تمام، المفروض يعني، تمام. ادي سي ار 434 بي، ده فين؟ ده نشوف هو فين. ادي سي ار 430 بي، مراجعه سريعه، 49.5 واط، 3500 لومن. نقرا معانا، ادي نشوف الواتج اللي معانا اهو، في فعلا منه 49.5 وفي 80. وادي اليومن بتاعنا كام؟ اليومن بتاعنا 3500، فعلا ال 3500 نشوفها موجوده ولا لا. اهي فعلا موجوده، في منه 3500 يومن، وهكذا في منه 3000 كي او 4000 كي، تمام. نتاكد من موضوع الاي بي، نفس الكلام بالظبط. وكده كده الكشاف ده 60 في 60، عرفت منين؟ على طول بيبان من الشكل بتاعه، تمام كده. طيب يبقى احنا نرسم هنا 60 في 60. انا جريت في النقطه دي عشان خاطر الموضوع خد اكتر من حقه بشويه، تمام. خدت من هنا كده، اروح اودي ده كده، اغير بس الشكل بتاعه، وليكن بدل ما ده كده هقوم جاي عامل في النص، وليكن اللي هي حاجه بالمنظر ده كده، تمام. اهي ادي سي او انتر، وهقوم جاي عامل كده سي، باخد امر كوبي، وهقوم جاي عامل ايه؟ حاططها ادي سي او انتر، هاخد الامر ده كده واقوم عامله كده. طب هو مش مظبوط، عادي اخدهم الاثنين موف ام انتر، وهقوم جاي عامل كده بحيث يكون في الوسط، تمام كده. طيب الموضوع الباقي بقى بنفس الطريقه اللي هم الثلاثه. هل هسيب الثاني البلوكات كده؟ هقول لك لا، البلوكات دي هتعمل لها بلوك. هتعمل بلوك ازاي؟ وليكن بلوك باسم الكشاف الكام وات بتاعه. ادي وليكن جيت عملت كده، هقوم جاي عامل بي انتر، الكشاف ده كام وات؟ 32 وات. هكتب هنا النيم بتاع البلوك اللي هو وليكن هسميه 32 واط، تمام كده. هقوم عامل حاجه اسمها بيك بوينت، بعد ما عملت البيك بوينت هاجي كده على اي حته من الكشاف، هقوم دايس عليها كليك شمال واقوم دايس اوكي. ده كده بقى معايا بلوك، هعرف منين؟ اهو تمام، بقى كده بلوك. هعرف اسم البلوك منين؟ كنترول 1، هجيب الورتس بتاعتنا، هعرف على طول من اسم البلوك نيم بتاعته عامله ازاي. اهي ادي النيم 32 واط، تمام كده. دي حاجه مهمه. طيب نيجي في اللي بعده نفس الكلام، ده كام واط؟ 38 واط. نعمل عليه سيلكت بي انتر، ونكتب 2 و3 كام؟ احنا قلنا كام؟ قلنا الكشاف ده 38 واط، تمام. وتقوم عامل بيج بوينت، تقوم جاي دايس عليها كده وتقايل اوكي، بقى بلوك بنفس الكلام، تدلس عليه بقى بلوك. نفس الكلام ده الواب بتاعه كام؟ 49.5 اهو. هعمل كده بي انتر، واقوم دايس 49.5 واط، تمام. هقوم دايس بيك بوينت، واقوم دايس عليها كده واقوم عامل اوكي، بقى كده معايا بلوك. عرفت منين؟ هدوس عليه كده بقى الموضوع بلوك. نفس الكلام هنا، ده 22 واط، هقوم جاي معلم عليه بي انتر، وهقوم دايس 22 واط، تمام. ادي بيج بوينت، ادي اهو، ادي هدوس اوكي. موضوع مهم هنا، نفس الكلام، كام واط؟ 28 واط، هقوم جاي عامل بي انتر، وهقوم كاتب 28 واط، وهقوم عامل بيك بوينت،
واقوم جاي دايس اوكي. كده بقى كل حاجة بلوك. ده بالنسبة للموضوع بتاع ازاي تعمل بلوكات التنفيذ تمام كده بالبعد الحقيقي بتاعها. كده الفيديو بتاع النهاردة خلص. الفيديو اللي جاي هيبقى فيديو خطير جدا. ليه؟ هنعمل امر مع بعضنا كده وهنشوف المشاكل بتاعته. هنبدل كل البلوكات بتاعت التصميم اللي هنا بالبلوكات بتاعت التنفيذ تمام، لان الموضوع ده مهم، مهم جدا اللي احنا نبدل كله مرة واحدة. في بعض الناس ما بتكونش تعرف الامر اللي انا هعمله، فبالتالي بتبدأ بقى تعمل توزيع زي الاستشاري ما عمل، وده بياخد وقت. لكن هي الموضوع في تلت ساعة بالظبط او نص ساعة بالكتير هتلقى كل البلان في ثواني، كل الاماكن بتاعت البلوكات التصميم هتتغير ببلوكات بتاعت التنفيذ، وده هو اللي هيتشرح في الفيديو القادم ان شاء الله تمام. اتمنى التوفيق وربنا يوفقكم. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتعمل شير للفيديو ده لأكبر عدد ممكن لزمايلك. أتمنى لكم التوفيق وربنا يوفقكم. واللي عنده أي استفسار عن أي حاجة هسيب لكم رقم تليفوني في الوصف أسفل الفيديو تمام. أتمنى لكم التوفيق وربنا يوفقكم. السلام عليكم.